والآن ننتقل معكم لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. الأخبار الاقتصادية تنضم إلينا فيها فاطمة خليل. أهلا بك فاطمة. أهلا بك رجاي رمزي. أهلا بك ليلى عمر. وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع مسؤولي البنك الدولي لمناقشة سبل دعم إدارة حوكمة الشركات المملوكة للدولة. وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تمهد الطريق لإجراء إصلاح شامل للمؤسسات المملوكة للدولة في مصر، وذلك لخلق مساحة أكبر من الاستثمارات للقطاع الخاص وإدارة أكثر كفاءة للموارد العامة. من جهته أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر أن البنك الدولي يتيح لمصر الدعم الفني والمالي حتى يتم تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل يعزز من حوكمة الشركات المملوكة للدولة. قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن الدولة تتخذ عددا من الإجراءات لضخ سيولة نقدية كبيرة بسوق النقد الأجنبي للمساهمة في حل مشكلات النقص وارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي لمتابعة جهود توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بعدد من السلع والمنتجات، سعيا لإتاحة رصيد احتياطي منها خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم. وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا في أسعار السلع واستقرارا وتوازنا بالأسواق، وذلك بالنظر لانخفاض سعر الدولار حاليا بالأسواق الموازية وما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات لتوفير المزيد من العملة الصعبة المطلوبة، هذا إلى جانب الخطوات الخاصة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما من شأنه الإسهام في توفير السلع والمنتجات بكميات وأسعار مناسبة. أعلن البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر يناير الماضي بنحو 30 مليون دولار ليصل إلى 35 مليارا و249 مليون دولار، مقارنة بنحو 35 مليارا و219 مليون دولار خلال شهر ديسمبر. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلا سلط خلاله الضوء على معدن الكوارتز وأهم الصناعات التي يدخل فيها. أشار التقرير إلى أهم الجهود المبذولة لتنمية صناعة الكوارتز في مصر، حيث تعد مصر من أكبر دول العالم التي تمتلك مخزونا ضخما من الكوارتز يتميز بنسبة نقائه العالي التي تصل إلى 99.9%. هذا وتتبنى مصر في الوقت الراهن استراتيجية توطين الصناعة المصرية، حيث حرصت القيادة السياسية على توطين صناعة الكوارتز في مصر، وذلك بدلا من تصديره كمادة خام. بدرت شركة حديد عز بتخفيض أسعارها استجابة للهبوط الذي حدث في أسعار الدولار في السوق الموازية، وبذلك تعد أولى الشركات التي تضخ وتخفض السعر نتيجة لمرونة سعر الصرف. وأعلنت الشركة تخفيضا في سعر الطن الواحد للحديد بقيمة 5360 جنيها، يصبح بذلك سعر الطن نحو 49920 بدلا من 55280 جنيها. وأشارت الشركة إلى أنها تضع أمامها هدفين محددين، الأول هو الاستمرار في الإنتاج بطاقة كاملة منعا لحدوث اختناقات في هذه السلعة الاستراتيجية، والثاني هو تحقيق مصالح كل الأطراف بما يخدم الاقتصاد القومي. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع وسط تداولات بلغت نحو 6 مليارات و400 مليون جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى تريليون و978 مليار جنيه. وإلى مؤشرات البورصة، حيث ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 33% ليغلق عند
مستوى 27665 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 2.9% ليغلق عند مستوى 6822 نقطة. صعد مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 9581 نقطة. أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني تراجع صادرات ألمانيا بأكثر من المتوقع في ديسمبر بسبب ضعف الطلب العالمي، وانخفضت الصادرات بنسبة 4.6% على أساس شهري في ديسمبر، حيث يمر الاقتصاد الألماني بصعوبات واستقبل العام الحالي بأزمات من البداية، منها احتجاجات المزارعين في أنحاء البلاد وإضراب سائقي القطارات لأيام، فضلا عن تزايد حدة المناقشات بين الشركاء في الائتلاف الحاكم حول كيفية تعزيز النمو الاقتصادي. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لرجاء وليلى لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة.